الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. حياكم الله جميعا في هذا اللقاء العلمي وفي هذه المحاضرة عن أحكام صلاة التراويح والتي تنظمها الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ممثلة في إدارة التوجيه والإرشاد. صلاة التراويح سميت بذلك لأن السلف الصالح كانوا إذا صلوا 4 ركعات استراحوا، وذلك أنهم كانوا يطيلونها جدا حتى إنهم كانوا يعتمدون على العصي من طول القيام، فكانوا إذا صلوا 4 ركعات استراحوا فسميت صلاة التراويح، وإلا لم يسمها النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. وأول من سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان عليه الصلاة والسلام يصلي في بيته، وذات ليلة صلى في حجرة عائشة، كان جدار الحجرة قصيرا، وكان ذلك ليلة 23، فرآه أناس من أصحابه فصلوا بصلاته. ثم بعد ذلك في ليلة 25 اجتمع أناس أكثر وصلوا بصلاته، ثم في ليلة 27 كثر الناس وقام بهم عليه الصلاة والسلام إلى قبيل طلوع الفجر، حتى قال الصحابة حتى خشينا أن يفوتنا الفلاح أي السحور. ثم بعد ذلك لم يقم النبي صلى الله عليه وسلم بالصحابة خشية أن تفرض على أمته، وأمرهم أن يصلوها في بيوتهم حتى لا تفرض على هذه الأمة، وهذا من رحمته عليه الصلاة والسلام وشفقته بأمته، فكان الناس يصلونها في بيوتهم. فلما كان في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه دخل المسجد فوجد الناس أوزاعا، يعني كل مجموعة تصلي كل مجموعة تصلي، ثم يعني قال ما أحسن أن نجمع هذه الجماعات على إمام واحد، فجمعهم على إمام واحد وأمر أبي بن كعب وتميم الداري أن يأم هذه الجماعة، وأصبح الناس منذ ذلك الحين إلى وقتنا هذا يصلون صلاة التراويح جماعة في المساجد، لأن المعنى الذي لأجله خشيه النبي صلى الله عليه وسلم وهو أن تفرض هذه الصلاة على الأمة قد زال هذا المعنى بوفاة النبي صلى الله عليه وسلم وانقطاع الوحي. فإذا هي سنة أول من سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، والصحابة رضي الله عنهم فعلوها في المساجد، فهي سنة تفعل في المساجد بعد صلاة العشاء، والأفضل أنها تصلى في المساجد، لأن الإنسان إذا صلاها في المسجد فيحصل له أجر قيام ليلة إن هو صلاها كاملة مع الإمام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. ومعنى يفهم من هذا أن من لم يقم مع الإمام حتى ينصرف لا يكتب له ذلك إلا إذا صلاها صلاة كاملة في البيت، وهذا يعني يصعب على كثير من الناس. وعلى ذلك فيعني من يفاضل بين صلاة التراويح في المسجد وصلاتها في البيت أقول إن صلاتها في المسجد فيها هذه المزية والخصوصية، وهي أن المسلم إذا صلاها مع الإمام حتى ينصرف فمن رحمة الله عز وجل أنه يكتب له قيام ليلة، من صلى مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، وهذا لا يتأتى لمن صلاها في البيت. ولذلك فينبغي أن تصلى مع الإمام في المسجد وأن لا ينصرف المسلم حتى ينصرف الإمام، أي حتى يسلم من الركعة الأخيرة حتى يكتب له أجر قيام ليلة. وصلاة التراويح هي من قيام الليل، وقد قال عليه الصلاة والسلام من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، متفق عليه. وهذا فضل عظيم مرتب على قيام رمضان، فينبغي لك أخي المسلم أن تحرص على قيام رمضان، وأنت إذا صليت صلاة التراويح مع الإمام في المسجد كتب لك قيام ليلة، فإذا فعلت ذلك طيلة شهر رمضان فتكون قد قمت رمضان. فإذا كان ذلك عن إيمان واحتساب فيرجى أن تحصل على الوعد المذكور في الحديث من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. ولذلك يا أخي المسلم اعزم على أن تصلي صلاة التراويح كاملة من أول رمضان إلى آخره،
فإن هذه العزيمة لها أثر على القيام بالعمل. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم كان يسأل الله تعالى العزيمة على الرشد، يقول اللهم إني أسألك العزيمة على الرشد. قرر من أول رمضان أنك تصلي صلاة التراويح كاملة في المسجد مع الإمام، وأنك لا تنصرف حتى ينصرف الإمام من آخر ركعة، لأن من لم يقرر ذلك ويكون عنده تردد هل يكملها، هل يكمل صلاة التراويح أم لا، سيجد ثقلا وسيجد تكاسلا، وربما أنه يتحمس في أول رمضان ثم بعد ذلك يضعف عن صلاة التراويح أو عن بعضها في بقية الشهر. وهي ليال معدودات، يعني ليالي رمضان ليال معدودات سرعان ما تنقضي وتطوى صحائفها. ولذلك فاحرص يا أخي الكريم على أن تصلي صلاة التراويح مع الإمام في المسجد. ومن أراد أن يزيد وأن يصلي من آخر الليل فلا بأس، لكنه إذا سلم الإمام من الركعة الأخيرة من الوتر يقوم هو ويشفع بركعة، ثم بعد ذلك يصلي في بيته ما شاء الله أن يصلي، ثم يختم بالوتر، لأنه لا وتران في ليلة. والأفضل أن يكون الوتر في آخر الليل، قول النبي صلى الله عليه وسلم اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. وصلاة التراويح كما ذكرنا هي من صلاة الليل، وصلاة الليل يقول فيها النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح فليوتر بواحدة. وعلى ذلك فإنه لا حد لأكثر صلاة التراويح. والسلف الصالح كان لهم عدة طرائق في صلاة التراويح، فمنهم من كان يصليها 11 ركعة ويطيلها، ومنهم من كان يصليها 23، ومنهم من كان يصليها 36، ومنهم من كان يصليها 39، ومنهم من كان يصليها 41، ومنهم من كان يصليها أكثر من ذلك. وإذا أطال الإنسان القراءة والركوع والسجود يخفف الركعات، وإذا خفف من القراءة والركوع والسجود مع الطمأنينة فإنه يكثر من عدد الركعات. وجماهير الفقهاء من الحنفية والشافعية والحنابلة على أن صلاة التراويح 23 ركعة، والمالكية يرون أنها 36 أو 39 ركعة. والذي عليه عمل الناس من قديم في الحرمين الشريفين أنها 23 ركعة، من عهد عمر رضي الله عنه إلى وقتنا هذا المسجد الحرام كانت صلاة التراويح تصلى فيه 23 ركعة، وهكذا المسجد النبوي إلا في فترات يسيرة كانت تصلى، في فترات لم تطل كانت تصلى 36 أو 39، لكن في معظم العصور الماضية أيضا كان الناس في المسجد النبوي يصلون صلاة التراويح 23 ركعة. والأمر في هذا واسع، الأمر في هذا واسع، لا حد لأكثر صلاة التراويح، ولكن المهم هو أن من يصلي ينبغي له أن يحرص على الطمأنينة وعلى تدبر القرآن الكريم، وإن تيسر أن يختم القرآن كاملا وأن يسمع الإمام الناس القرآن كاملا في صلاة التراويح كان ذلك حسنا. وينبغي في العشر الأواخر أن يحصل إحياء تلك الليالي الفاضلة التي فيها ليلة القدر، والتي هي خير من 1000 شهر. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يخلط 20 الأولى من رمضان بصلاة ونوم، فإذا دخلت 10 الأواخر من رمضان شد المئزر وأيقظ أهله وأحيا ليله. كان عليه الصلاة والسلام يحيي ليالي 10 الأواخر من رمضان، وكان يعتكف تلك الليالي طلبا لليلة القدر التي هي خير من 1000 شهر. فينبغي الحرص على إحياء ليالي 10 الأواخر من رمضان، سواء أطال الإنسان الصلاة مع تقليل عدد الركعات أو أكثر عدد الركعات مع تخفيف الصلاة، المهم أن يحصل إحياء تلك الليالي الفاضلة التي فيها ليلة القدر والتي هي خير من 1000 شهر. المرأة تصلي، مشروع يشرع لها أن تصلي صلاة التراويح كالرجل، والأفضل أن تصلي المرأة صلاة التراويح في البيت لقول النبي صلى الله عليه وسلم وبيوتهن خير لهن.
لكن إن كان في صلاتها مع الناس في المسجد مصلحة راجعة فلا بأس، كأن تكون إذا صلت مع الناس في المسجد تنشط أكثر وتصلي أكثر مما لو بقيت في البيت، فهنا تكون صلاتها في المسجد أفضل من صلاتها في البيت، وذلك لما اقترن بصلاتها في المسجد من هذه المصلحة الراجحة. فنقول الأخت المسلمة إن كانت صلاتك في البيت مثل صلاتك في المسجد أو أكثر فصلاتك في البيت أفضل، أما إذا كانت صلاتك في المسجد أنها أكثر من صلاتك في البيت فصلاتك إذن في المسجد أفضل لوجود هذه المصلحة الراجحة. والأصل في الأحكام الشرعية أن النساء كالرجال إلا ما ورد الدليل بتخصيصه بالرجال أو بالنساء، وعلى ذلك فالمرأة كذلك مطلوب منها أن تصلي صلاة التراويح كالرجل. والسنة في صلاة التراويح أن تختم بالوتر، فإذا صليت صلاة التراويح فتختم بالوتر، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يختم صلاة الليل بقراءة سبح اسم ربك الأعلى وقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، كما جاء ذلك في حديث ابن أبي أبزة وحديث أبي بن كعب. فالسنة أن تختم صلاة التراويح بقراءة بثلاث ركعات بهذه السور الثلاث، والأفضل أن تفصل بأن تصلى ركعتان يقرأ بعد الفاتحة في الركعة الأولى بسبح اسم ربك الأعلى، وفي الركعة الثانية بعد الفاتحة بقل يا أيها الكافرون، وتفصل يعني بسلام، ثم بعد ذلك يأتي بركعة مستقلة ويقرأ بعد الفاتحة بقل هو الله أحد، هذا هو الأفضل، الأفضل هو الفصل، وإن وصلها أحيانا على غير الغالب فلا بأس. وإذا أراد المأموم أن يصلي من آخر الليل فإنه إذا سلم الإمام من الركعة الأخيرة يقوم ويشفع بركعة ويصلي بعد ذلك في البيت ما شاء الله أن يصلي، ثم يختم بالوتر فيجعل آخر صلاته بالليل وترا. ولا بأس أحيانا على غير الغالب أنه يوتر مع الإمام ثم إذا رجع للبيت وجد من نفسه خفة ونشاطا أنه يصلي لكن من غير وتر، يصلي ركعتين ركعتين من غير وتر، فإن الصلاة من أحب العبادات إلى الله عز وجل، بل لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أحب العمل إلى الله قال الصلاة على وقتها، هذه العبادة هي أحب عمل إلى الله عز وجل. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول واعلم أنك لن تسجد لله ركعة واعلم أنك لن تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط عنك بها خطيئة، كل سجدة تسجدها لله عز وجل يرفعك الله تعالى بها درجة ويحط عنك بها خطيئة، وأقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. أسأل الله تعالى أن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضى من الأقوال والأعمال، وأن يستعملنا جميعا في طاعته، وأن يعيننا على ذكره وعلى شكره وعلى حسن عبادته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.